اليوم نهاية السنة وكاين احتفالات مقامة بعد المناسبة، ونحن كمسؤولين ديال الأمن خدينا تدابير وإجراءات أمنية استثنائية لأن الحدث ديال الاحتفالات بحد ذاته حتى هو استثنائي. الخطة اللي كتنهجها ولاية أمن فاس هي تسجيل وتفعيل الاستراتيجية اللي كتنهجها المديرية العامة الوطنية على الصعيد الوطني. إذا تم إشراف جميع الوحدات الأمنية على اختلاف التشكيلات ديالها انطلاقا من الأمن العمومي جميع الوحدات ديالو بما فيها دوائر الشرطة أو شرطة الزي يعني الهيئة الحضرية أو كذلك شرطة السير والجولان، بالإضافة إلى الشرطة القضائية بجميع الفرق المتخصصة ديالها. كذلك عندنا الفرق ديال الخيانة والشرطة السياحية، فرقة الكلاب المدربة، عندنا فرق التدخل والأبحاث، عندنا الفرقة الجهوية للتدخل وهي حديثة العهد بمدينة فاس واللي هي مدربة تدريب عالي على جميع أنواع التدخلات، بالإضافة إلى فرق الدراجيين المتنقلة وكذلك فرق قوات أمنية موازية مثل القوات المساعدة مثل اللواء الخفيف ومثل الوقاية المدنية، كلهم ساهمين في الترتيبات الأمنية ودون إغفال بأن هناك جنود خفاء الذين لا يظهرون كالشرطة المكلفة بمراقبة الكاميرا.